معايا قصة إنسانية النهاردة بديعة جدا، مليئة ومليانة مشاعر وقيم وأحاسيس. أحاسيس أصبحت نادرة جدا اليومين دول. حكاية استوقفتني وخلتني أفكر كتير جدا في أبطالها عشان أعرف إزاي قدروا إن هم يوصلوا لكل هذا الرقي، كل هذا الحب، كل هذه التضحية. صداقة حقيقية. الحكاية ان شاب قرر انه يتبرع ب60% من كبده لصديقه عشان ينقذه من الموت. اتبرع بجزء كبير من الكبد كان ممكن جدا جدا يعرضه هو شخصيا لمتاعب ومشاكل مرضية، كان ممكن يعرضه هو نفسه للموت. الحكاية دي بترجع لنا مقولة كنا قرينا عنها زمان وقربنا ننساها، وهي ان الصداقة قيمة غالية وعظيمة في حياتنا. واذا كان البعض ممكن يتردد كتير او يعني يخاف انه يتبرع لحد قريبه ومن دمه بجزء او عضو من جسمه، الا ان محمود لم يتردد لحظة عشان يتبرع لصديقه عبد الله اللي ربنا كتب له عمر جديد على ايد صاحبه. منورني في الاستوديو محمود عبد الله وصديقه عبد الله ابو المجد. شكرا يا فندم. محمود ازاي؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. بخير. اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. احكوا لي بقى حكايتكم ايه، لان كنتوا حكايه. اولا انا بحييك. ربنا يخليك. بقول لك انت انسان انا ما شفت ازايك، وبشد على ايدك بقول لك ربنا يكرمك ويبارك لك في صحتك، لانك انت عملت عمل فريد في الزمن اللي احنا فيه ده. الحمد لله توفيق ربنا. الحمد لله. احكي لي بقى انتوا اصحاب من امتى؟ احنا اتعرفنا من اولى كليه، يعني احنا اتنين زملاء في كليه علوم اسكندريه. اسكندريه؟ جامعه اسكندريه. انتوا دي من اسكندريه؟ احسن ناس. بس احنا اتعرفنا من سنه اولى كليه ودخلنا بقى نفس القسم سوا، ولحد يعني لحد السنه اللي فاتت لما بدات القصه دي بقى. اكتشفت المرض ازاي يا عبد الله؟ هو كان يعني هو المرض عباره عن اكتشاف المرض ذات نفسه، هو بدا السنه اللي فاتت شهر 7 تقريبا. هو اكتشف بالصدفه بصراحه، يعني انا بدات الاحظ ان في انيميا حاده بدات تبان، ارتفاع في نسبه الصفراء، ضعف عام في الجسم. لما تعرضت على طبيب قال لي في الاول احنا محتاجين تحاليل اوليه. في بداية التحاليل قال لي بص، يعني الحاجة الوحيدة اللي يمكن أعرفها في الطب دلوقتي لأنك محتاج نقل دم. فقلت له نقل دم؟ يعني نقل دم ده مش بتبقى حاجة، يعني أنا لو بصيت على التحاليل لقيت الهيموجلوبين قليل جدا يعني، وأنا استعجبت حقيقة يعني. فعدته في كذا كذا معمل تحاليل، لقيت لأن الهيموجلوبين قليل. فبعدها رحت مستشفى الطلبة، ومن هنا بدأت الحكاية. مستشفى الطلبة احنا بدأنا هناك، دخلت في الاول امراض دم، بدانا ننقل الدم لحد ما وصلنا الهيموجلوبين لمستوى كويس. بعدها بدانا الفحوصات الطبيه، عملنا التحاليل كلها. في بعض التحاليل بتبين في انيميا حاده، في فشل عضوي حصل، بس ايه هو احنا لسه مش عارفين، يعني يمكن كان الكبد، يمكن كانت حاجه في عضو تاني وانتقلت للكبد زي سرطان او حاجه لا قدر الله مثلا. لحد ما تحليل الفيروسات طلع ما فيهاش حاجه، الاورام ما فيهاش حاجه، فيش اورام او حاجه. فعينه النخاع طلعت سليمه بعد فتره طويله جدا. طبعا لما عينه الكبد لما اخذناها اتضح ان في خلل في جهاز المناعه، هو اللي مسببها. خلل في جهاز المناعه يا خلل في التنظيم المناعي بشكل عام، يعني عمليه المناعه عمليه معقده بشكل كبير، بتتم على كذا مرحله، ممكن يكون خلل فيهم، لكن خلل في انهي مرحله بالظبط دي حاجه احنا لازلنا مش على علم بيها. وادى لتليف في الكبد. والفكره ان ده كان هيحصل في يوم من الايام، يعني ان الحاله الاخيره للمرض ده ان الكبد بيفشل، الحل الوحيد ليها هو عمليه زرع كبد. فاحنا بدانا محاولات العلاج اللي بدات بالفشل كلها. لما انت عرفت حكى لك في الفتره دي ان هو اكتشف ان هو الكبد متليف ومحتاج زرع كبد، حسيت بايه؟ هو انا عرفت في الاول خالص، اول ما دخل المستشفى زميلنا عبد الله تعبان محتاج نقل دم، فكنا بنجمع يعني بنحاول نتبرع بحيث نجيب شيكات دم وكده.
لحد ما عرفت بقى بعد فترة يعني تقريبا شهر ونص او شهرين في الفحوصات في المستشفى، عرفنا ان هو يعني عرفت منه ايه الاخبار وصلته لايه، فاللي احنا محتاجين فشل في الكبد ومحتاجين زرع كبد. طيب ايه الموضوع ده هيتم فيه؟ الموضوع ما كانش في بالي خالص الصراحه. فالموضوع ده هيتم ازاي؟ قال لي عادي بنشوف يعني بنشوف العيله بيروحوا يتعرضوا على لجنه الدكاتره وعلى اساسها يختاروا حد يتبرع بس. فطيب تمام خير ان شاء الله وربنا يقومي بالسلامه وتمام كده. بعدها بفترة كنت رايح بالصدفة ازوره، يعني كنت بالليل وانا مروح، كنت في مشوار وانا مروح، فعديت على الضرة قلت له ايه انا هاجي اسلم عليك انت في المستشفى يعني لسه ما طلعتش، قال لي انا هاجي اسلم عليك. فرحت اسلم عليه الاخبار وصلته لايه، قال لي اسمه ايه ده، قال لي احنا لسه لحد دلوقتي يعني كذا حد من العيلة راح ما حصلش توافق للاسف. ما لقيتوش حد من العيلة عندك؟ ما مش في نفسي. في كم واحد من العيلة اولا قرر ان هو يتبرع لك؟ حقيقة لا كتير حقيقة. كم واحد؟ يعتبر انا عيلة والدتي كلها راحت، في برضه ناس من عيلة والدي عرضوا الموضوع لكن ما فيش حد خالص منهم كان النسيج يعني يتجانس مع الناس. يعني يمكن هي فصيلتي نادرة كمان فكون ان هي الفصيلة المرحلة الأولية في عملية الاختيار يعني، لكن بعدها كان بيتم استبعادهم لأسباب صحية. شعورك ايه لما حسيت انك انت عيان بالمرض ده؟ والله يعني هو حاجات يعني انا فاهمه بشكل كبير، مش هقول ان انا فاهم المرض ده، بس فاهم الكونسبت بتاع المرض عموما. يعني انا مش احسن من حد، كون ان هو جالي انا ده مش معناه اي حاجه يعني، بل بالعكس انا كنت اقدر عليه يعني مفيش مشكله. بس يعني يمكن ايه في بعض الاحيان او بعض المشاكل اللي كانت بتواجه، ان الكبد عضو مهم جدا طبعا، فشله بينتج عنه مضاعفات كتير، فكون انك تفضل متوازن نفسيا في الفتره دي ده كان حاجه اخذت وقت وتدريب مني. كمل لي اللي حصل ايه. بس فكنت رايح سالم عليه فوصلت له ايه، قال لي للاسف يعني العيله كلهم راحوا محدش ما يعني ما حصلش توافق مع اي حد. قلت له يا ابني والله يعني بص يعني هو الموضوع صعب بس لو عليا انا ما عنديش مشكله، يعني لو انا ينفع ما عنديش مشكله. فقال لي انت فصيلتك ايه؟ قلت له مره واحده كده قلت له كده؟ ما حسبتش الكلام؟ لا يعني ما فكرتش في حاجه؟ بصراحه يعني لقيتها ان هي حاجه يعني حاجه ان شاء الله يعني ربنا يجعلها سبب انقاذ حياه زي ما حضرتك قلت في البدايه، فيعني ربنا يجعلنا سبب ان شاء الله بس. فتمام مفيش مشكله. فقلت له انا ما عنديش مشكله. قال لي انت فصيلتك ايه؟ قلت له او. قال لي طب ينفع يا محمود؟ قلت له بجد؟ قال لي قلت له خلاص مفيش مشكله والله، بس انا عندي مش يعني كان عندي مشكله تاني يوم بس كده. فقلت له انا هسال يعني هسال على الموضوع ايه تبعاته مثلا ايه المتطلبات وكده، ولو تمام ويعني كان فاضل اتنين من العيله رايحين تاني يوم، انت رايحين تاني يوم يكشفوا يعني هم اخر اتنين في العيله عنده كانوا فاضلين، كانوا رايحين تاني يوم يكشفوا ويقرروا اذا كان هينفعوا ولا لا. فقال لي خلاص بكره اخر اتنين في العيله عندي رايحين، لو تمام يبقى كتر خيرك، لو مش تمام هبلغك بقى اللي هو ايه بحيث يعني تروح الدكاتره بقى وتبدا الفحص الاولي وكده. بس فروحت البيت، انا اخويا كان شغال في مجال التمريض برضو. اهلك قالوا لك ايه بقى لما قلت لهم انا هتبرع؟ انا اعرف اهالي لما اولادهم بيروحوا هتبرع بالدم بيقولوا لهم لا. حصل. لا هي الفكره والله هو نفس المبدا اللي خلاني اوافق يعني ان انا اعرض اصلا اللي هو التربيه من البيت بس. فهم يعني هو كان مبدا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال من احياء فكانما احيا الناس كمان. بس فيعني ربنا يجعلنا يعني ما تخافش على حياتك، ده قرار مصيري. ما انا قلت له يعني قلت له هسال في الموضوع وارد عليك عبد الله بكره ان شاء الله، هرد عليك القرار الاكيد يعني. فاخويا كان شغال في المستشفى يعني هي مستشفى المواساه اللي عملنا فيها العمليه، فاخويا كان شغال تمريض فيها اصلا، فسال زمايله بقى في التمريض الكبد وكده يعني ايه الاخبار عندكم كده. فالحمد لله يعني المتبرع بيطلع سليم دايما الحمد لله، يعني عملوا عمليات كتير في المستشفى بس فالمتبرع دايما بيطلع سليم والموضوع ما فيهوش اثر على المدى البعيد يعني. بس عملت ايه لما عرفت ان عبد الله موافق انه يتبرع لك؟ يعني كانت مشاعر مختلطه بشكل. توقعت ده؟ من محمود اكيد، من محمود يعني هو يعني توقعت ان محمود يتبرع لك؟ محمود ليه مواقف كتير على مدار الفتره اللي انا عرفته فيها، مواقف كتير جدعه جدا، انا ما شفتش منه حاجه وحشه حقيقي حرفيا، ما شفتش منه موقف واحد. ما شفتش حاجه وحشه، بس ده موضوع تاني خالص، ده موضوع يعني برضه يعني لا انا وانا ومحمود يعني على صداقه طيبه جدا يعني، ويعني هي لو انقلبت الطاوله انا مش هتاخر عليه لحظه يعني. طب خفت انت عليه؟ اكيد بس احنا لو بصينا من منظور طبي يعني شويه يعني قلقان عليك؟ لا هو قلق بصراحه. هو بص محمود يعني الموضوع يعني انا عارف انا عندي ايه، فاللي هو يعني انت لو يعني انت جاي سليم جسمك جاي سليم، فاللي هو لو مش حابب الموضوع ضغط عليك في احراج او كده ما عنديش مشكله. قلت له لا عبد الله يعني ما خدتش القرار كده يعني، لو انا ما عنديش يعني انا مستعد فعلا، فلو هينفع يلا بينا يعني. اتبرعت له بقد ايه؟ هو اتبرعت بالفص الايمن كبد يعني تقريبا 60% من حجم الكبد.
يعني هو حسب اختيار الاطباء يعني. فهو 60 تقريبا. الدكاتره قالوا لك ايه قبل ما تعمل العمليه دي؟ هي انا اول مره خالص رحت قدمت يعني رحت اللي هو لجنه زرع الكبد في المستشفى. فالدكتوره شافتني قالت لي انت جاي تبرع عليه. فقلت لها نفس الكلام اللي هو يعني من احياء بكلم احياء الناس جميعا وعبد الله صاحبي وانا سالت الموضوع يعني انا جاي اسال حضرتك برضه وسالت اخويا قبلها فالموضوع ما فيهوش ضرر كبير. فقلت لا يعني هو انت يعني احنا الاولويه بالنسبه لنا المتبرع يعني الاولويه في عمليه زرع الكبد المتبرع ان هو يطلع يعني دخل سليم يطلع سليم بس. فقالت لي يعني من ناحيه الخطوره الطبيه ما تقلقش منها. قلت لها بس خلاص يعني حاجه انا هقدر اساعد بيها وما فيهاش ضرر عليا فليه لا يعني. احكوا لي بقى انتوا الاثنين كواليس دخولكم انتوا الاثنين غرفه العمليات مع بعض. يوم العمليه نفسه يعني؟ احكي. هبدا بيك احكي. احكي يا عبد الله. هو محمود بدا هو نزلت انت الاول؟ احنا بدانا الصبح يعني الصبح بدري الساعه 6 تقريبا. اللي هو بقى نجهز لبس العمليات والتعقيم والحاجات كده. بعدها هو قبل ما ينزل قال لي عبد الله عايزين بس ناخد صوره كده. هو كان جاي على اسمها على الترولي تقريبا. ترولي. فقلت لهم ماشي ناخد صوره. بعدها هو نزل. انا نزلت بعديك بقد ايه؟ ساعه تقريبا. تقريبا بساعه. هو نزلت انا الاول عمليات بدا الاطباء بدا يشتغلوا معايا الاول وبعدها بساعه تقريبا عبد الله نزل. انا بدا نزلت انا. بعدها هي العملية ذات نفسها أنا مش فاكر منها أي حاجة حقيقة يعني يوم العملية بس أنا فاكر طشاش كده بس الصبح. طب مين أول واحد فاق منكم كان مين؟ هو محمود أنا اللي بطلع بعديه يعني. محمود هو اللي بيفوق. أول سؤال سألته كان إيه بعد لما فقت؟ لا هو أنا مش فاكر فقت إزاي بصراحة. بس يعني اللي فاكره كان تاني يوم الصبح يعني إحنا العملية تقريبا دخلنا 8 الصبح طلعنا 8 أو 9 بالليل يعني حوالي 12 ساعة تقريبا. فانا مش فاكر منها يعني الجزء اللي بالليل دوت من 9 لحد الصبح مش فاكره. بس ثاني يوم الصبح اللي فاكره كان اهلي بيخشوا يسالوا عليا بقى يعني اللي هو كان اهلينا كانوا قاعدين بره في فتره يعني 12 ساعه دي كلها اهلي واهل عبد الله واصحابنا يعني كان في ناس كتير كانوا عاملين زحمه بره الحمد لله يعني. بس فثاني يوم الصبح كان دخلوا يسالوا عليا عملت ايه عامل ايه دلوقتي ايه اخبارك تمام فالحمد لله تمام. وانا كنت فاكر جمله كنت بقولها اللي هو خش عبد الله هناك يعني انا كنت في يعني السرير في العنايه وفي اوضه في اخر عنايه هناك اوضه العزل اسمها غرفه العزل بيبقى عبد الله عشان طالع مناعته ضعيفه جدا فبيقعد في اوضه معقمه مقفوله كده بحيث اللي هو ايه النفس برده ممكن ياثر لا قدر الله وكده. بس كنت فاكر يجي يسال الحمد لله تمام خشوا هناك هتلاقي عبد الله الحمد لله تمام خشوا هناك هتلاقي عبد الله. وانت اول ما فتحت عينك سالت على ايه؟ هو محمود كويس؟ فقالوا لي لا طلع الحمد لله الدنيا كويس. ودلوقتي انتوا الاثنين اخباركم ايه؟ كويسين الحمد لله. الله صحيح اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام الوضع مستقر يعني الحمد لله. وانت؟ الحمد لله افضل من اول بكتير. عايز منكم كل واحد فيكم يبص للتاني كده ويوجه كلمه لاخوه. عبد الله الاول يبدا يلا. اوكي. والله يا حوده يعني يا محمود يعني انا اي يوم عايشه دلوقتي فهو بسببك يعني. يعني فهو بفضل الله عز وجل اكيد ثم بفضلك يعني فمفيش حاجه انا هقدر اعملها تقدر توفي لك اللي انت عملته. بس يمكن يوما ما كده خليك فخور باللي انت عملته يعني. هو انا فخور الحمد لله يعني كفايه عبد الله يعني عبد الله من يعني من قبل العمليه اصلا فتره تحضير العمليه يعني في عز تعبه وفي عز مرضه كان يعني بيسال عليا كان كنت عايز محتاج حاجات في الانجليش وكده كان ما بتاخرش عليا فيها يعني في زمايلنا برده في يعني فعبد الله جات عن يعني بعيدا عن يعني جدعنته سبب من جدعنته يعني هو يعني كان اسمه ايه ده؟ كان كده حد من اصحابنا ذاكرت له انجلش وهو ادالك كبد. يعني شفت جزاء الاحسان الاحسان. بس ولحد دلوقتي والله ما تاخرش في اي حاجه مثلا لو لقى اي حاجه يبعتها لي اللي هو فرصه شغل فرصه ما اعرفش اي يعني اي حاجه في طريقه ممكن تفيدني فما تاخرش بصراحه. ربنا يخليكم لبعض. انتوا اديتونا كلنا النهارده درس كلنا. انا خدت درس واظن بيتفرجوا كمان استفادوا جدا ان احنا نموذج انتوا نموذج حقيقي للصداقه الحقيقيه المحبه الحقيقيه العطاء بدون مقابل حقيقي. ربنا يكرمكم وينعم عليكم بالصحه ويخليكم لبعض. انتوا اكتر من الاخوات. شكرا. انا سعيد جدا بمحمود. انا اسعد والله. وحبيت اقدم النموذج المحترم ده الشابين الجمال دول لحضراتكم عشان اقول الدنيا لسه بخير. فاصل بنعود.